تتواصل فعاليات معرض ديارنا في القاهرة الجديدة بمشاركة أكثر من 400 عارض يمثلون 20 محافظة للترويج لحرفهم اليدوية. يعمل المعرض على الترويج للمنتج المصري ودعم صغار العاملين في المنتجات الحرفية والترويج لأماكن صناعتها بمختلف المحافظات. تحت شعار مصر بتتكلم حرفي تستمر فعاليات معرض ديارنا في منطقة القاهرة الجديدة حتى 11 من مارس الجاري، وذلك على مساحة تتجاوز 2000 متر مربع وبمشاركة أكثر من 400 عارض يمثلون 20 محافظة للترويج لحرفهم اليدوية. احنا بنمثل أسر منتجة مطروح، احنا 8 أسر، كل واحد فينا بيعمل حاجة مختلفة. فينا ناس بتعمل الجبلان اللي هو الرسومات اللي هي الكليم ده، وفي ناس بتعمل المكرمية، شغل المكرمية وشغل الكروشيه وشغل الخرز. المنتجات بتاعتنا عبارة عن إعادة تدوير الحاجات القديمة، الأساس القديم. احنا بناخد مثلا زي البيبان القديمة بناخد نعملها إعادة تدوير، ما بنحطش عليها أي حاجة، احنا بس بنحاول نخليها مودرن شوية وفي نفس الوقت تتعايش مع الوقت اللي احنا عايشين فيه. احنا بنعمل شغل خزف فخار، هوم ديكور واستخدامي، يدخل فرن مايكرويف ديشواشر عادي. يعني بنحاول نغير فكرة الفخار عن الفكرة اللي الناس واخدة عنها. نسخة معرض ديارنا هذا العام مستوحاة من القاهرة القديمة، والتي من خلالها سيتم إلقاء الضوء على فنون الأرابيسك والنحاس والزجاج، إلى جانب عرض المنتجات الخاصة بشهر رمضان الكريم وعيد الأم مثل ديكورات المنزل والملابس والإكسسوارات، والتي ستكون متاحة في المعرض خلال فترة إقامته. نشارك كل مرة مع ديارنا، بنجيب المنتجات الأسوانية وبنجيب المشغولات اليدوية الأسوانية بكل طوائفها، النوبية والجريد والخرز والطواقي والخوص. بنشارك كل معرض، بنشارك مع ديارنا سواء كان في القاهرة أو في المحافظات أو في المصايف. بنعمل الكروشيه، أصلا أنا مدربة، بطلع بدرب البنات عشان الشغل بتاعتنا ما تروحش، التراث بتاعتنا، بعلم أجيال وأجيال وأجيال. منتجاتنا تطريز يدوي، تمام، بنعمل الكوشن، بنعمل شنط، بنعمل تابلوهات وعرايس زي ما حضرتك شايفة، وكمان بنعمل كل منتجات رمضان بشكل مختلف وغير تقليدي كمان. المعرض يعمل على ترويج المنتج المصري ودعم صغار العاملين في المنتجات الحرفية، إلى جانب الترويج لأماكن صناعتها بمختلف المحافظات، بما يؤكد على دور الأسر المنتجة في دعم الاقتصاد الوطني تحقيقا لرؤية القيادة السياسية. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.